خليني بلش أعرفكم على الصبايا التلاتة. باترا هما جميرة وبس بتضل قدام المراية لتظبط نكشتها. هأسكب اليوم. لنكمل. رزان بتضل بالمطبخ عم تعمل أكل ولا أطيب للعائلة. شو قولكم الأكل اليوم؟ ما في غدا اليوم. يعني دليفري. جنى تلميذة جامعة بتضل من ميتينج لميتينج قد 10 بزنس وومن. يلا على البهدلة هلا. بس بهدلة. بس مين بده يحلها؟ We will do it.